اخوتي المغاربه مرحبا بكم. اليوم قصه مؤلمه على لسان قاضي سابق مسؤول كان نائب اول ديال وكيل الملك. غنجيو معاه مكالمه هاتفيه من الاحسن باش تسمعوا نتوما منه، غتسمعوا اشياء مهمه. العناصر المشوقه في هذه القصه وفيها شخصيات شهيره، مصطفى الرميد، كاين السي بن سامي الوكيل العام، كاين وكيل العام السي بوزيان، كاين عدد من الاشخاص، طيب الوزير السابق طيب الناصري. قصة تستحق أن تروى، كناشدكم أخوتي المغاربة على أنكم تصمتوا لها. وواحد الملاحظة مهمة جدا، حنا طبعا هذه واجب الأخلاق، واخا كنكون عندنا مشاعر ولا كنحسوا ولا كنميلوا ولا كنتيقوا، ولكن أخلاق المهنة كتقتضي منا نبقاو على مسافة واحدة. فحنا لا نتبنى رواية هذا القاضي السابق، ولكن كيقطع في القلب هذا الشيء اللي كيعاود أخوتي المغاربة. كاين البعض رجاء، احنا القضاة ماشي دائما كما هما عندهم معاناتهم، القضاة عندهم مشاكلهم، عندهم في مشكل في الموارد البشرية، عندهم مشاكل في الأجور عندهم. فكاين البعض اللي كيكون داك ما كيعجبنيش بعض التعاليق المتسرعة تجاه القضاة، لا، كاين بعض القضاة كما جميع القطاعات الأخرى، ولكن كاين قضاة مساكن يقدروا يتعرضوا للظلم بحالنا، يقدروا يتعرضوا لاعتداءات بحالنا، فما كيحتاجوش منا بعض التعاليق اللي كتكون دائما متسرعة، خاصة اللي كيتعلق الأمر بالقضاة أو بالبرلمانيين أو بالسياسيين. احنا مهم هذا النقاش كيجي في واحد اللحظه، حنا كنعيشوا واحد العرس وطني اللي هو عيد العرش، كنتمنى من عند الله عز وجل الناس اللي كيرفعوا التقارير الى ملك البلاد ان تؤخذ هذه القصه بعين الاعتبار. انا شخصيا واخا اخلاقي كتقتضي عليا ما نتسرعش، لانني ماشي قاضي، كصحفي كنجمع المعطيات، وطبعا الجهات الاخرى لها الحكم. ولكن مع ذلك قصه مؤلمه بزاف. انا عندي واحد الفكره قبل ما نخليكم تسمعوا له، علمتني الحياه. القاضي من تيكون رشاوي ولا كيتعزل بفساد ولا اخلاق ولا شيء، غالبا هذه طبيعه فشاريه اللي كيكون داير ما كيبقاش يخرج للاعلام، كيمشي يسمر، اما كيمشي للمحاماه، اما اللي عنده شي فلوس، اما القاضي اللي كيتعزل ويرجع للاعلام وبوجهه يهضر، ما يمكنش يغامر وعارف الاجهزه عند المواطن، اللي كان داير ما يقدرش. هذه يعني قرينه مهمه جدا جدا. انا نخليكم اخوتي تسمعوا لهذا القاضي، قصه مؤلمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا اتفقت معاه، يعني قلت له، قال لي هضر بالتليفون، ما عنده ادنى مشكل. سي محمد الشرقاوي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ الشرقاوي بخير. سي مدام لاباس. الله يعطيك الخير، احنا دابا في التسجيل ياك كما اتفقنا. مرحبا. مرحبا. سي الشرقاوي، انت حكيتي لي قصه، انا شخصيا زعما مرحبا ماشي غير كتبكي بالدم، كتبكي صعيب بزاف، خصوصا القاضي ملي كيتعرض للظلم يعني على حساب روايتك، فتاكد بان المغاربه يعني غادي يتعاطفوا معك طبعا بعد الاقتناع ديالهم. وحنا كنغتنموا المناسبه، درت واحد التوطئه من موقعنا الصحفي المتواضع جدا، حتى حنا رحنا بشر في اخر المطاف، نتمنى الجهات المسؤوله في هذا العرس الوطني اللي كنعيشوا ديال العرش على انهم يتصنتوا القصه ديالك، لانها مؤلمه بزاف. وانا درت تحريات عليك وسولت عليك، بعض الناس عطاو عليك واحد زعما اشاره مزيانه، وحتى الناس اللي كانوا في الملف قال لك سيدي لا توجد قرائن يعني قويه لهذا السيد لانه تظلم. فبغيتك انت توصل شنو وقع لك السي الشرقاوي. واخا شكرا، اولا كنشكر القناه ديالكم السي المداوي، وواحد القضيه اول مره في حياتي بقى لي هذا المشكل، وانا ما قريتش لا الجهه الاعلاميه سواء مكتوبه او مسموعه. انا اللي زعمني هو الخطاب الاخير ديال سيدنا الله ينصرو ديال بمناسبه ذكرى 24 ديال هتيلا صاحب ديالنا صلى الله عليه وسلم اسلفين ميامين، بانه شار بان المغرب راه دوله الحق والقانون، بان كما بنادم على الشانون هذا اللي كان غلط راه ياخذ حقه. هذا هو اللي خلاني نعطيك بهذاك. انا تخرجت في 96 عن الفوج 24 ديال اللقب كامل الحق قضائي، تعينت كنائب وكيل الملك في لدى مركز القاضي المقيم في القباب في التربيه الابتدائيه ديال الخنيفره. خدام الحمد لله، مجوج، انا تزوجت وانا طالب، عندي ديك الساعه جوج وليدات. في 2002 جاني انتداب. انتداب جاني للمحكمة نائب وكيل الملك في ابتدائية وزان. دوزت فيها سنة، عاود ثاني ردوني الخنيفرة. اها. أنا هذيك الفترة اللي عشت في وزان عجبتني الطبيعة ديالها، الموقع ديالها قريبة للشمال، قريبة للمدن. عندي المرأة ديالي الطريقة ديالي هي من تطوان، بس قريبة للجميع. درت طلب انتقال للشمال، بس منهم أصيلة، ودرس تطوان ودرس وزان. فين ترقيت في 2004 ترقية سريعة، وعطوني نائب وكيل الملك في وزان. الحمد لله جبت وليداتي خدام بزاف الحمد لله. في 2007 كانت وقعت واحد الواقعة، كنت أنا في الديموما، كانوا اتصلوا بي الضابط القضائي الدرك الملكي ديال زومي. قال لك أودي واحد الشكاية راجعت من عندكم،
شي حد راه زار القنب الهندي؟ ها كيف ها كيف والكيف؟ خصنا نعطيهم التعليمات، وحنا كانت التعليمات ديال السيد وكيل الملك بان بحال هكا تنديروا المعاينات، نعطيو التعليمات اولا يخرجوا يديروا المعاينه لهذاك العقار ويشوفوا على ضوء، وتنعطيو التعليمات اها فين نخرجوا داروا المعاينه صابوا الارض مزروعه بالقنب الهندي. عطيت التعليمات ديالي اللي تتبان لي انا ديك الساعه قانونيه بان السيد يتوضع هذاك المشتكى به او المشتبه فيه يتوضع في الحراسه النظريه. اها وده تشوف الحراسه النظريه. الغد جيت للعمل ديالي في الصباح، قالت لي السيد وكيل الملك المكتب ديالو هادشي في 2007. اها قال لي السيد ما عرفتش شكون هو ديك الوداع. قلت له ودي ما انا عرفت لان اتصلوا بيا هذا الوداع، ما تعرفش شكون. قال لي هذاك راه كاين وكيل. المهم قلت له انا اسمح لي انا طبقت القانون زايد انت الضابط، راه ما قالوش لي شكون انا، غير القانون درتو بصفه المهنه ديالي. قال لك هذاك السيد اللي اعتقلتيه ما عرفتيش شكون، شكون قريبه؟ قريب الله يعطيك، ما عنده شي قريب نافذ في المغرب. اه قلت له ودي انا اولا انا ما عرفتش وهما ما قالوش لي شكون، وثانيا انا درت القانون ما درتش شي حاجه تدخل القانون، راه حنا في دوله الحق والقانون. قال لي صافي ماشي مشكل. قال لي راه فكيت المشكل. هي داز واحد المدة هو عيط لي ثاني للمكتب، نقول لك شي سيمانة هو يعطيني المحضر. قال لي ها المحضر اللي وقع المشكل فيه الله يخليك غادي تحفظه. اها غدير الحفظ. قلت لي ماشي مشكل، لان هو اللي يعطيني التعليمات هو تحمل المسؤولية. حفظته وقال لي اجي راه نوقع حداك باش نحميك. اها وقع حدا التوقيع ديالي، مشات الامور عادية. في هذيك 2007 فعلا كان وقع لي واحد الخلاف مع الزوجه ديالي، دابا الطريقه ديالي خلاف عائلي. اها خلاص منا هزات الوليدات مشات لي لتطوان. اها مشات عاشت في تطوان، كريت لهم تما كيقراو وليداتي، وانا انا اللي عند الام ديالي تدير مسكينات ديالي، شديت لها خادمه ومعايا في الدار. فين كنت الزوجه ديالي ما قدرتش نطلقها على حساب وليداتي، تنقول ثاني ما يمكنش امي الله يرحمها تقول لي ما تطلقش زعما سير تجوج وخلي. فعلا تعرفت مع واحد السيده، المهم ما نطعنش ما نطعنش، المهم ما تفاهمناش، غير نقدر نقول ما نطعنش في الشرف ديال شي حد، ما تفاهمناش. اها حتى واحد المره جات عندي قالت لي راه راني حامله منك. اها ودي راه ما يمكنش هذا. قالت لي قلت لها الاجراء ديك مرحبا، الا كنتي تقولي مرحبا راه كاين المحكمه. دات بيا الشكايه، عيط لي بهذاك السيد وكيل الملك، وعيط لي السيد رئيس المحكمه الابتدائيه انا ذاك ديال الوزن. قالت لي قال لي راه واحد السيده هاكينه وكانت تشكي بك، واش مأكد من راسك؟ قلت له مأكد. قال لي واخا دير الدعوة. قلت له مرحبا انا ولد القانون نطبق القانون. اها دارت الشكاية للسيد وكيل العام، هذيك الساعة وزن كانت تابعة للسنافية ديال القنيطرة. واخا اسمح لي اسمح لي سي الشرقاوي واحد الفاصلة، إذا هاد السيدة تعرفت عليها في اللحظة اللي كنت أنت مطلق مرتك ياك؟ لا لا ما كنتش مطلق مرتي. اها مرتي كانت في تطوان. اه كانت باقا، وهي وأنت كتقول بأن هي كتقول بأنك في المواقعة ديالك معاها حملت. اه انت وقعتيها واخا تسمح لي. لا ما وقعتهاش. لا ما وقعتهاش. ما وقعتهاش. اه ما جرات حتى شي موقعه معاكم بيناتكم؟ لا واخا. اها زيد وهذا هو اللي خلاني انا نتشبت ب ها حيت انت عارف راسك ما وقعتيهاش. اه علاش اي واحد يقول لك انت واش باليد انت تتزوج بها وتبقى في خدمتك زعما كده، وكنت نقول انا كيف علاش ندير شي حاجه وانا عارف راسي. واخا. اها هي اللي قلت لك ما كنتش عاقل فين كنت. قال لك السيد في قنيطرة عيط لك الوكيل. اها لا هذا الشيء كان السيد وكيل العام دارتها هي. اه اش من سنة؟ لا كنت في 2008. اخ دارت الشكاية في قنيطرة في 2008. اها اتصلت لي السيد وكيل العام، اتصلت لي الاستاذ اللي تينوب على السيد وكيل العام اش كاين، هي الهضرة اللي قلت لك قلتها له. صنتو لها هي تاهي تقول الهضرة ديالها، دار البحث بقات المسطرة انا السيد الوكيل العام بقات المسطرة. آه كانت هي كانت تجي عندي حدا باب الدار وتجي في شي حاله ماشي هي هذيك تبقى تضرب في. واحد المره ضربت هذيك الخادمه اللي عندي في الدار مع الوالده. اها المهم قلت لها السيد الوكيل العام، قلت لها قال لي واش ممكن الخادمه. آه يا ربي. المهم ضربتها. المهم واحد المره ثاني كان جات المدام ديالي من تطوان، جاو عندي عيد ومعي عيد كبير. أه؟ تسمع الخادمه تهضر مع شي وحده في التليفون تقول لها راه كاينين مريض دار تطمن، وانا وهي تسول شكون فلان، قالت لها راه فلانه فلان فلان. شديتها قلت لها متي هاك الاجر ديالك ما تصلحيش ليا ما مات زعما تتصرف بالاخبار ديالي ديال الدار. مشات واحد المده جاني قالت لي استاذ سمح لي شربت معكم الطعام الله يخليك، راه هذيك السيده ها كاين وكاين راه براتني وهذا راه يمكن نمشي معك فين ما بغيتي. قلت لها السيد الوكيل العام قال لي جيبها. جاب السيد الوكيل العام ما تصنتش ليها خدام عند الهاتف، قال لها تنحتاجك
اها ونعيط لك. المهم المسطره بقات تسنطونا، هاي المسطره ما تحفظت هذيك الساعه ما والو. عاوتاني جات بديت نتحارب روح عليا الويشيات في المحكمه مجهوله، عاود تنشر عليا واحد المقال في الاحداث المغربيه في 2008، مسؤول قضائي بمحكمه ابتدائيه بوزان يدعي قرابته بمسؤول قضائي كبير بالمملكه تيهابوه الضابطه القضائيه تيخافوا منه. هذيك الساعه السيد الوكيلان تعليمات لهاد الضابطه كامله اللي تابعه الوزان من الشرطه ودارك داروا لنا تقرير واش هذا الشيء بصح. داروا التقرير تقول ودي ما كاينش هذا الشيء. السيد بان معنا بالمعقول ما عمرو تجاوز حدوده تيخدم التعليمات زعما اللي قانونيه. وعيط لي عيط لي السيد الوكيل العام ديال القنيطره انذاك. السلام عليكم ولدي، هذا تفضل اش يجيك فلان؟ لان جبدوا شي مسؤول قضائي بانه تيجيني من العائله. سميتو بحال سميتك. عندي انا وياه نفس الاسم. أه؟ قال لي اش يجيك؟ قلت له ودي كاين قرابه بعيده عموميه بعيده، ولكن اللي راسي عيط لنا وقال لك سيدي باقي تقول بانك انت مع عائلته راه غادي رايح لك المجلس. وانت ما عمرك قلتي انا من عائلته ولا جبتي قرار؟ لا ولكن هاي دابا انا لو كنت نتولد عمي ولا راه عادي عادي. ولكن علاش غنستغل كون كنت غنستغل هذا الشخص؟ ما قرر ما نتعين في مدن كبيره، انا كبر قريت في الدار بدا كبرت في الدار نتعين في مدينه كبيره بحال الزملاء ديما ما نتعينش في مناطق نائيه. صحيح صحيح. هذا هو قلت له انا سيدنا هو اللي معينني بالظاهر، انا ما حتى شي واحد اللي يوقف معايا، تيوقف معايا الله سبحانه وتعالى وسيدنا هو اللي معينني بالظاهر. قال لي صافي ولدي سير الله يعاونك مشيت حالي. عاودتني وانا متفاجئ ثاني جاني السيد مفتش من الرباط هذيك الساعه في 2008 السيد مهداوي. اه كنت انا رئيس ديال الخليه ديال جرائم الانتخابات. اها جاني المفتي جوج مفتشين، السلام عليكم. السلام الله يخليك، اش بينكم في بين واحد البرلماني؟ اها ما بيني وبينك كما انا ما تنعرفوش شاف الوجه ديالو ما عندي بيت عارف. قالك اسيدي تيشكيبك دار شكايه في البرلمان بانك انت تتعتقل الناس ديالو اللي تيديروا المخدرات. اسمح لي يا سيدي المفتش. عاود هذه الله يعطيك السر السيد الشرقاوي. قال لي السيد واش شنو نقول لك، هاد الناس كاع اللي كانوا هاد الشيء قلتو كانوا بيواجهوني زعما كيقولوا انت مستعد للمواجهه؟ وانا بوجهي احمر. المفتش قال لك واحد البرلماني دار بيا الشكايه في البرلمان. اها في اليوم ديال الحمله الانتخابيه بانني انا تنعتقل الناس ديالو اللي كيديروا المخدرات. اها جا السي المفتش قال لي راه قلت له اسمح لي يا سي المفتش مرحبا، كيعطيني تعليمات كتابيه بان اي واحد تيقول لك انا تدعي انه من طرف هذا السيد البرلماني مرحبا بنا على التعليمات ديالكم ما نعتقلوش واخا ما عرفتيش يدير. بدا تيبتسم قال لي استاذ راه كي هو راه بالاحرى يقول لي علاش تطلق ماشي علاش تعتقل. وياه فهمتي؟ قال لي استاذ ممكن تجيب لنا شي نماذج ديال الخدمه ديالك؟ لا ما نجيبش الا جبت لك النماذج غنجيب لك اللي بغيت انا. هبط انت تعاطف معايا كيسير الله تقليد عليك سير هبط بيدك وقلب لي بغيتي الا شي حاجه خارجه على القانون انا مستعد يطبق لي القانون. جا صادف انا عارف جا واحد الملف، واحد الملف كان خطير عندنا، كان واحد السيد دار عندنا شكايه من الدار البيضاء. اها مع محامي من الدار البيضاء شكايه بان الارض ديال الوالده ديالو في المنطقه ديال الزومي عندنا تبع الوزان ان ارض كبيره وطرم عليها شي واحد يزرع عليها صحاب الكيف. اها وحنا كنعطينا التعليمات السيد وكيل الملك بان بحال القضايا تنصيفطو بار فاكس للضابط القضائي باش يكون استعجل. صيفنا بار فاكس فين نتنقلو مشى معاه وصل عليهم هذاك المحامي والمشاكي صابوا هذيك اتصلوا بيا صابوا الارض فين مزروع الكيف واتصلوا بيا اتصلوا بيا الدارك حتى العشرة ديال الليل الدارك الملك قائد المركز ديال الدارك الملكي. قال لي استاذ الشرقاوي معنا في التعليمات في الديمومه يا استاذ راه جاتنا واحد الشكايه ديالكم راه فعلا صندوق الارض كيف ودابا اش غنديروا حنا حدا باب الدار ديال هذاك السيد شنو دابا غادي تصنت ليها مزيانه السي مهداوي. قلت له غنديروا التفتيش لان جرات العاده عندنا في الجرائم ديال اللي تكون المخدرات مثلا اموال مزوره كاع الحاجه اللي تثبت بالحز تنديروا التفتيش. قلت له تفضلوا ديروا التفتيش. قال لي اسمح لي استاذ الشرقي ما نخليوش غدا الصباح. قلت له ودي لا خلينا حتى الصباح راه تمشي المعالم ديال الجريمه ما نصيبوا والو. ولا لا مدام معقوله. قال لي اسمح لي نقول لك واحد القضيه خارجه عن الموضوع. قال لي مرحبا. قال لي سيدي القائد الجهوي ديالنا عطانا قالنا التعليمات قالنا ما ديروش تفتيش الصباح.
سمعتي السي مدام؟ ولكن هو تابع للشرطه القضائيه، الشرطه النيابه العامه ماشي تحت ولكن السلطة. ثاني حيت هما الدرك الملكي عندهم ماشي بحال الشرطه، عندهم الزواجيه، عندهم ثلاثه عندهم اختصاص عسكري تابع هذا، وعندهم اختصاص اداري تابع للرئيس ديالهم، عندهم اختصاص ديال الشرطه القضائيه تابع النيابه العامه. السلطه حنا في الجرائم خصهم يتبعونا حنا كما قلت. اي هادشي اللي قلت لك انا. ولكن هو عطاني زعما بحال اللي كون كراك عارف خاف ما كعرف عافاك الله يخليك كذا، ولكن كانوا يحسبوا عليا انا كون خلاو حتى غدا، يقول انا اللي قلت لهم حتى غدا ما يمكنش يديروا الرئيس الاداري ديالهم، فهمتي ولا لا؟ يلاه خليك لا بغيتو ديروا الرئيس الاداري ديروا في التعليمات وطبقوا التعليمات ديالو. قال لي لا ما يمكنش. قال لي وانا علاش اتصلت فيه؟ قال لي ما بغيتيش تنفذوا التعليمات. فزيرت قال لي سد التعليمات ديالك على راسنا صافي حنا ندخلوا فيها نصابوا الاطنان، الاطنان ديال القنب الهندي. يعني كون صبحوا غدا غيتهز داك الشيء. الله يهدي عليك انت. واو المهم المسطره جا هذاك السيد تقدم عندنا تعتقل، تحكم عليه في وزن تنظن عامين، وفي السينا في القنيطره عطاو 5 سنين. هذا اسمح لي سي وهذا اللي جات الشكايه بانني علاش نعتقل هذا السيد. هذا هو القريب ديال داك الشخص؟ ماشي قريب من ديولو زعما كتب ديال ديولو ديال الانتخابات. هذا واحد اخر البرلماني. زين هو هذا ديال البرلماني. هذا هذا ديال البرلماني. هذا دابا مشيت لك انا غير باش نحطوا المتتبعات والمتابعين. اذا دابا من خلال لا سمحت لي سي الشرقاوي، لا سمحت لي، اذا من خلال الحكي ديالك دابا الحدود ساعه عندنا جوج ديال الفرضيات تكون سبب المشاكل اللي تعرضتي لها، اما هذا البرلماني وهذا اللي حججتي، اما الحاله الاولى هذاك السيد اللي قال لك من القريب ديالو قال لك وكيل الملك. ياك عندك جوج اللي جوج دابا. دونك كثر عليك الزقا دابا واخا. الله يبارك عليك لان انا طبقت القانون فوالا زيد. اي هذيك هذاك السيد قلت لك هذا الشيء اللي جا المفتش هو الملف اللي جبد انا كنت عارفه علاش جا، لان فاش قال لي فلان عرفت لافير. هي هذيك قال لي ولدي سمح لنا السيد المفتش شاف هذاك الشيء، قال لي سمح لينا انا عبد المامور بحالك، قال لي سمح لنا ولدي درت طلب الثقه لك وسلم لنا البلاد السعيده هكا. قال لي طلب قال لك خويا هذه الارض. قال لي زعما طلع عليك الصداع بحالك فهمتيني. فعلا داز هذيك المده جات انت درت طلب انتقال نمشي عند وليداتي لتطوان. يلا فد جات انتقال الزملاء ديال كامل اللي كانوا معنا في وزن القدره في النيابه العامه ولا في الرئاسه كلهم جاو وافقوا لهم على الانتقالات ديالهم، ومشينا تعشينا احتفالا بانهم جاو انتقال. انا قالوا يا ودي راه بقيتي انت في وزن صافي هادشي اللي عند بالي. ودخلت في اللائحه ديال الترقيه السريعه دابا انا في الجريده الرسميه راه داخل. حتى تنتفاجئ تيقول لك راه عطاك ازيلال. ازيلال 500 كيلومتر على وزان. وانا اللي عند امي، انا اللي عند امي وليداتي تخيل وليداتي في تطوان. وما طلبتي انت لا ازيلال ولا والو؟ ما طلبتش انا من وزان لازيلال. ازيلال فهمتي؟ امي مسكينه تدير ما قدرتش ندي معايا امي على سبب بسيط. هذيك الساعه وزان ما كانش فيها هذيك المركز ديال الدياليز ديال تصفيه الدم. وانا اللي عندها تدير في الشاون خليتها ما قدرتش نهز زمايلي انا باش تسد النوبه ثاني في الهيرة تموت ليا. تندير التنقل تخيل كل 10 ايام ولا هذا تنهبط ندير لانافيت نجي نشوف امي ونمشي نشوف وليداتي في تطوان. يلا وماشي كنت ما والو زعما كنت راضي تنقول الحمد لله في الاخر القانون غادي ينصفني. مشيت اسيدي بالك نسيت ما قلت لك فاش جا السيد المفتش على هذا السيد قبل ما نمشي لازيلال. جاني السيد المفتش ثاني واحد اخر من الرباط على القضيه ديال هذه السيده. جاك مفتش اخر. انا جا قال لك اودي راه بغينا نتصنتو لك على هذا المشكل. هي اصلا تحفظات المسطره عند السيد وكيل العام اللي عاودت لك عليها بلاتي دابا ديك السيده اللي قالت ديال الموقع ودير كذا هذيك تم الحفظ ديال هذا الشيء كي تحفظت. الحفظ اللي عندي وكاش تحفظت؟ انعدام الاثبات تحفظت في هذيك في البدايه ديال 2010. تم الحفظ. انعدام الاثبات يلا تقول. المهم انا فاش درت طلب الانتقال ويجيني السيد المفتش من الرباط واحد اخر واللي غير في الامر قال لي تيجيني في التفتيش يولي مسؤول في الشمال. مالو شنو هادي؟ اللي تيجيني في التفتيش تيولي مسؤول في الشمال تيخرج المفتيات تيولي مسؤول. اللي كيجيك في التفتيش كيطلع في الكراد تيولي مسؤول في الشمال ماشي شي منطقه اخرى. في الشمال اما طنجه. المهم زين هذا السيد المفتش الله يسامحه قال لي اش كاين كنسنت ليا. قلت لي ودي هذيك السيده كان واحد الفتره بالليل كان صيفط لي واحد الميساج عبر الهاتف ديالي بانني بان هذا الماتير سمح لي راه ماشي بنتك هذيك البنت انا تعديت عليك. ولدت هي ديك السيده ولدت؟ ولدت. وصيفطت لك ميساج قالت لك سمح لي ماشي بنتك؟ سمح لي انا بقيت محافظ فيها جاني السي المفتش قلت لي ودي اقرا شافها قال لي مزيان مشى دار خرج الكتاب الخاص ديالو خرج دار السيد وكيل الملك حاضر لكن موظف في الكتاب الحاضر خرجها من الامبريمونت. حباس 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 الشرقاوي هذه نقطه مهمه بزاف ما خصهاش تدوز بسرعه.
هذاك المفتش وريتيه ديك الرساله كتقول لك هذيك السيده ماشي بنتك، كتبرأك بلاتي سي الحمد شرقاوي لله بحضور شكون؟ السيد وكيل الملك وكيل الملك ديال ديالاش؟ الوزان، ديال الوزان حاضر على هذا المنظر شافو. ورئيس مصلحه كتاب الطب ديال النيابه العامه. حاضرين. وموظفين اللي في الكتابه الخاصه كانوا شي جوج ولا ثلاثه كانوا. شافوا هذه الرساله قراوها كاملين. هما اللي خرجوهم لامبريمون. هما اللي خرجوها. الموظفين والوكيل الملك هما اللي خرجوا رساله. وواحد الحاجه دار هذاك السيد المفتي سامحه الله ولاحظوا كل شيء تاع الزملاء ديال القدس وتاع السيد وكيل الملك. قلت ودي الطريق تخيل كيديني من المكتب ديالي ودابا تخيل الموظفين كل ما عارفين بان جاي تفتيش المواطنين فهمتي؟ كلهم تيتفرجوا وتديني ويجي لي بحال اللي متهم. تديني عند الوكيل دابا المفتيش كيديك ويجيب قدام زملائك. المحكمه تي ساني بحزمك ها هو فهمتي؟ شوفوا فهمتي؟ وهذا السيد المفتي هو تنتواجهوا زعما كنقول له وصولوا السيد اي واحد فهمتي يقول واش كانت هذه الواقعه ثاني ولا ما كانتش. وانت مستعد مواجهه هادو كاملين؟ ما مستعد. صافي مزيان. ايوا زيد شنو وقع من بعد؟ هي هذيك بلاتي لا اسمح لي، هاد الوسيله ديال الاثبات اللي فائتك فين مشات؟ ما 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 هضرش عليها. هادشي ما تهضرش عليه. واخا واصل السي الشرقاوي؟ قلت لك هذيك الساعه بسلامه بسلامه السيد مشى مشى في حاله. مشى في حاله، المهم انا في اللائحه التسقيطه قلت لك جاني انتقال للازيلان. ومكتب حنا دابا في القضاء فاش تكون شي واقعة خطيرة الإجراء اللي تيدار هو تيتوقف الإنسان على العمل، علاش نقيلو كالمجلس التأديبي؟ حيت دازو معايا حالات كانوا موقفين على العمل. أنا ما توقفش ما وقفوكش وبقيت في اللائحة ديال الترقية. وبقيت في اللائحة الترقية. مشيت ما داروش عليا التشطيب بأني ما خصنيش نترقى. بحال اللي كاين جوج 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 أطراف، طرف معايا قانوني وطرف تيحاروني فهمتي دابا؟ طرف تيرقيني وطرف تيعطيني الدق. ايوا قلت لك هي هذيك. قال لي ودي فاش مشيت لازيلان؟ مشيت لازيلان. فاش مشيت اسيدي لازيلان هذاك السيد وكيل الملك واخا طلب مني السماحه غنقول لك علاش طلبها مني اللي في ازيلان. كان تيعاملني واحد المعامله غريبه. تخيل تندخل الجلسه وعندنا الملفات النظائر بزاف في الجلسه، وصى الشرطي تيقول لي ما تهزش ديال الاسره الشرقيه اللي طلعهم بيدو. دابا عندنا القاعه لتحت وتنطلب الطبقه. انا كقاضي بالبيت اللي خصني نهز هذوك الملفات ما عرفتش 100 ملف. وانت غادي وكيل الملك تيقول للبوليسي ما تهزلوش. حيت انا عيطت للشرطي مول تيهز لي قلت له ودي ولا هذاك الشيء العون. قلت له قال لي لا عطينا التعليم ما كاين ما نهزوش. علاش شنو وقع لك مع وكيل الملك حتى وصل معك هذا المستوى؟ ما عرفتش. ومن بعد غادي انا نقول لكم بعد اش غايقول لي. هي هذيك هذاك السيد وكيل الملك انا في المكتب مع الساده النواب راهم حتى هما حاضرين. راه فيهم واحد عضو معروف في هذيك ديال نادي القضاة، نادي قضاة المغرب. أييه معروف راه كان حاضر. دخل عندي تيغوت لي سلوك الملك في القرار المواطنين. عارفين هاد الأسرة الشرقاوي يدير لي الفوضى وتيدير لي المشاكل هنا وشكون اللي يسحب راسو بحال هكا. تقول أسيدي وكيل الملك دخلني البيرو ديك الهضرة ما نزلناش ليا ولا والسمعة ديال القضاء ولا اللي كنت. لا سيدي أنا نقول لك اللي بغيت. ودخل بقى هذاك بحال هكا بقات تنخدم نخدم شي نمشي بحال الخدمة. واحد المرة دخلت الجلسة جاني كليت شي حاجة ولا كنت الزنقة جاني عندي اصلا حساسيه ديال الماكله. دخلت في حالي الدار ما مشيت فين ما مشيتش انا الوالده في هذاك الويكاند. قلت بقيت في حالي. مرت من بعد داني السيد واحد السيد موظف راه باقي مسكين على قيد الحياه ولا شي تقاعد في هذا. داني كملت الجلسه ديالي صوبتها دخلت هذوك الاحكام داكشي داني قال يلاه وصل نديك للطبيب. داني المستشفى ديال الازيلات دوزت لي الدكتوره تماك عطاتني شهاده طبيه ديال هذا دفعتها لهم صيفتها مع ذاك الموظف. عاوتاني كنت مرض ثاني ودفعت الشهاده الطبيه مده العز ديالي حتى هي فيها لان انا مريض وبقيت في ما سافرت ما والو بقيت في الدار ما نقدرش لاني كنت نسوق راسي. المهم هذاك الصراع اللي هذاك النزاع اللي كان عندي معاه جا انتقال غيمشي لواحد المدينه اخرى هذا المسؤول هذا وكيل الملك. تافقوا يديروا لي حفل اجرت العاده ان تنديروا حفل الناس اللي تينتقلوا. داروا القضاة والسيد الرئيس وهما واحد الكوتيزاسيون واحد المساهمة ديال 200 درهم نعطيوها. قلت لهم هيا مرحبا واخا عندي مع خلاف ولكن راه ما نحضرش الحفلة حيت السيد عاملني خايب ما احترمنيش هاني. قال لي السادة القضاة لا تدني النيابة العامة هما تا هما زعما قلت لك كانوا هما عارفين الواقع. السادة القضاة ديال النيابة العامة ودير الرئاسة قال لك الأستاذ الشرقاوي لا ما حضرتش ما نحضروش. قالك انت عزيز علينا وحسينا بك مظلوم ما نحضروش. جا الرئيس محكمة السيد رئيس المحكمة ها هو تما تيواجهني تا هو جا تيطلبني قال لي وصل على وجهي الله يرحمك الوالد راه السيد ندم راه بغيت يطلب منك السماحة. وكيل الملك هذا رئيس المحكمة جا طلبني.
مشيت انا وياه لا يهضر معايا قال لك على وكيل الملك راه ندم. عندهم فين مشيت عنده واحد النقي تيبو السي فراسي اسمح لي استاذ القاضي انا غلطت في حقك. وما قالكش علاش غلط في حقك؟ واش كان محرش؟ واش كان ما انا نقول لك انت غيقولها لي صافي داس عمر مشى في حاله. هذا النطر حتى خرجت من القضاء انت تعزلتي. بالصدفه تنصيب عندي واحد خالتي عندي واحد ربيبه مجوج باختها المسؤول. شو الصدفه تلاقينا عنقني سمح لي قال لي الصدره بقيتي فينا قال لي كعرفني بان قال لي خليها الله قال لي خلي داك الجمل راكد بلا ما جبتوش خلي داك الجمل هو تنقول واجهني خلي داك الجمل راكد بهذا المصطلح. سبحان الله. دابا علاش انا كنقول لك قبل ما نهضر معاك قلت لي هاد الجمل حيت انا كنشوف الكلام كيفاش كتعاود نفس الكلمه قلت لي انت الجمل من راكد. قلبي وصاد ربي شهد. لا 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 كاين هاد الكلمه قلتيها لي الجمل راكد خلي هاد الجمل راكد. اه هكا انا قلت لك دابا هو سالينا مع هذا مش فاش مشى في حاله ويجيني واحد التنبيه مع السيد وزير العدل طيب الناصيري الله يرحمه الله يرحمه. اه في تنبيه بأنني تغيبت عن العمل ودرت ولكن لا تغيبت عن العمل تخيل في حياتي في المده العامه ما عمري ما تغيبت. ما عمرك اول مره في حياتي درت شهاده طبيه اول مره في حياتك درت اول شهاده مره في حياتي وزيد لك استاذ الشيخ تخيل فين كنت فوزان ما عمري شديت شهر كونجي لان السيد الوكيل تيطلب لي تيقول لي استاذ ما نقدرش نخلي لا شديت كونجي ما نقدرش نخلي المحكمه بلا بلاتي يا سي الشرقاوي نعاودوا هذه مهمه ملي كنتي فوزان النائب الاول ديالو ما عمرك شديتي الكونجي ما عمري شديت شهر كامل. اه كتخدم بلاصه الوكيل تيطلبني تيقول لي ما نقدرش نعول لهاد الشيء وحتى نعول للكبسه صافي نرجعوا للتنبيه. اه جاك التنبيه انا عاود لك ما عمري شديت كونجي ودرجة انه تمشي في حاله كان ساكن في طنجه تمشي الخميس وتنبقى انا اللي تنوب عليه كيمشي نهار الخميس الوكيل. اه تيخدم الاثنين والثلاث والاربع والخميس الجمعه ما تيجيش الاثنين تيجي حتى الاثنين هو وتيخدم المهم انا اللي تنوب عليه قابلني. والكونجي راه تنتحدى الكونجي راه الملف ديالي عند ما عمري ديما تيتقسم ليا تيقول لك يقسموا ما شفتش الشهر كامل واخا ما نقدرش نوزن يلا حزين هذه معلومه. المهم قلت لك جاني هذاك التنبيه راك بلغ الى علمي شفتوا انا غادي نشرو. اه انا في ازيلال السيد الوزير العدل الله يرحمه في المكتب ديالو بلغ الى علمي ما كاينش شكون هو اللي كتب ليه بانني وزائد انا اللي كنت مريض الاجراءات الاداريه خص دير لي كونتر فيزيت. ها معقوله ما دارلكش كونتر فيزيت؟ لا والو ما كاينش وخص دير لي خبره يجوا عندي يزوروني يشوفوني واش كاين في الدائره ديالي في الدار ولا ما كاينش. هذا دابا انت راك نائب وكيل الملك ودار معك هكا والمواطنين كي غيدار معاك وهذا هو اللي سيد الرب خاطر. اها زيد وانا نعاود ثاني واحد سمح لي غنعاود واحد الكلمه راجل زعمني باش نقول هادشي هو قلت في الخطاب ديال السيد. لا من حقك ما عمرك انا شديت بخاطري الباكيت دابا بعيني دابا عندي جلوكوما عندي شي العصب ما تنشوفش دابا من قرار المشكل الملك ديال البلاد قال اريد الحقيقه ولو كانت قاسيه ماشي مشكل مزيانه هذا هو السبب انا. اها زيد لان كان الزملاء ديالي تيقول هذاك اللي تعدى خلي منهم الله. اها قلت انا فاش انقطعت العمل غير 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 السي الشرقاوي ركز مع النقاط المهمه حيت الوقت ولا زحمنا بعض التفاصيل الجزئيه جاوزه. اه مرحبا. المهم فاش انقطعت العمل جاني واحد السيد معروف في نادي قدرة المغرب اقترح عليا قال لي راه بقيتي فينا ولكن راه السيد النقيب ديال وجده راه بغاك تخدم معاه في مهنه المحاماه واش ممكن؟ قلت له ودي ما يمكنش مشيت لوجده ومهنة ما نقدرش هذا بين قوسين انا القدرات كلهم تعاطفوا معايا ولكن تيقول لك ما عندنا ما نديرو ربي ما تخلي من الله هي هذيك. المهم دابا ها فين غيوقع ها فين السر اللي شويه هذه هي النقطه اللي مهمه. انا فاش تعرضت على المجلس كان السي السيد المقرر كان لا بلاتي بلاتي الاستدعاء اللي جاك باش تجي للمجلس شنو فيه الاستدعاء؟ باش شنو التهمه؟ شنو دير لك في الاستدعاء؟ هي هذه استغلال النفوذ وعدم احترام الوقار والكرامه اللي تتطلبها المهنه القضائيه. استغلال النفوذ وعدم احترام الوقار والكرامه التي تتطلبها المهنه القضائيه. دونك الوقار عنده علاقه بديك السيده ياك؟ والله ما عرفتش بالك حيت هما علاش؟ حيت هما عيطوا عليا سولوني على شي حوايج وعيطوا لهذوك الناس بان شي عندي قلت عندي علاقه مع صاحب المخدرات وبانني عطوني الرشوه وبانني شي فين هادشي كاين تقرير في هادشي؟ ما كانش تقرير تفاجئني بالسي بن سامي بان هذوك الشيء كان بحال كانوا شويش بن سامي في الملف ديالك التعذيبي كان المقرر هو نجيب بن سامي. اه فاكر كان الساعه السيد قاضي التحقيق ديال الارهاب في الرباط في محكمه الاستئناف ديال عينوه كمقرر في ملفك ياك؟ ملفي. باش واجهك السي بن سامي اش كيقول لك شو التهم عندك؟ سولني على هاد الناس وهذوك الناس هما كانوا حاضرين تقول لي ودي راه هادشي كله خاوي ما كاينش منه ما تعرفوش وصل ما عمره فهمتي. اوه برأوك برأوني ايوا وعيط لهاد السيده اللي كان عندها معاه مشكل عندي معاه مشكل جابها السي بن سامي حتى هي جابها. اه حتى هي تصنت لها كملوا مشاو تصنت لي انا الله يعاون لها
المهم كان عندي المحامي ديالي هو الاستاذ حسن عيش، هو اها اصلا كان في القضاء اها كان في الشؤون الجنائيه ومعروف النزاهه، وما دافع عليا اللي الاستاذ درت عليك لونكيت اللي ما دافع عليك الاستاذ، لا السي حيت عنده حسن بن عيسى حيت رجل طيب كنعرفو. اها حيت عنده واحد المستوى شي حاجه كبيره الصراحه. مشى مع سين ولد شي نوبه عليا، دخلنا عند كان في المجلس الاعلى القديم كان السي الناصري وزير العدل هو الرئيس المنتدب، ما كانش بحال دابا الرئيس الاول، كان السيد وزير العدل والاعضاء اللي كاينين، السيد الوكيل العام ديال محكمة النقد والرئيس أول الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقد والأعضاء المنتخبون. كان وزير العدل انا ذاك اللي ترأس المجلس التأديبي الاول ديالك هو طيب الناصري الله يرحمه. الله يرحمه هو اللي راه واخا عافاك باختصار باش واجهوك كي يقول لك شو التهمة شو ناقشوا معك؟ التهمة ما هضرش معايا داك الشيء قلت لك ديال المخدرات، قال لي السيد هاشم بنكم بينك اليوم ودي فين عرفت هذا نقدر نكون درت خطأ سمحوا لي المهم ما قالوا لا دير بلاتي سي بن سامي كيفاش كان تقريره اللي فائتك ايجابي ولا سلبي؟ ما يمكنش نعرفه ما تيوريوش لينا. ولكن شكون اللي حالك على المجلس هو؟ لا هو تتحالي حالي المفتش اللي جاني المفتش حالك اي والمق المقرر تتحالي اش يدير لك المقرر داكور ها فهمتي. المهم فاش هذا صافي واحد المره كان واحد الاستاذ معايا كان هو محل المجلس قال لي اودي مبروك راه عطاوك المفتش. لا بلاتي قبل ما نمشيو لمبروك عافاك نرجعوا للجلسه الحي كيفاش كانت شنو النقاش شنو سولوك في وسط لا هذا السيد اش علقت بها صافي ايه واش قلتي لهم؟ انا قلت لهم ماشي قلت لكم قبيله باش نعاود شتي كرا هذا الشيء اللي قلت لكم قبيله اها فين الله عرفت هذا الكرا ماشي ما عنديش معاه حمل مزيان ما عندي معاه حمل مول ما قالوا لي لا دير لا دين ما قالوا لي حتى حاجه ما واجهوك حتى بشي وسيله اثبات حتى حاجه ما قالوا ما قروش دير لا دي ان هما تما لا هذيك المره الاولى ما قالوهاش لا غير سير معايا وحده بوحده اذا ما قالوكش لا دي ان ما واجهوكش وسيله اثبات عندك الانكار واخا شنو ناقشوا معك في النفوذ استغلال النفوذ فين كاين فين النفوذ ما تيلق ما بحالك هذا الموضوع بحالك ديال هذا السيد اعطيني شي حاجه اخرى تناقش معاك من غير هاد السيده لا والو والو هذاك التغيب ما التغيب ولا كذا لا ما كاينش واخا بلاتي معايا سي الشرقاوي اذا ناقشوا معاك هاد السيده مع الشرقاوي مع سي طيب الناصري ياك وزيد سال شنو كان القرار شنو خداو المجلس القرار واحد المره تعيط لي واحد الزميل ديالي قال لي واش تنضرب لك راه عطوك دروك التوبيخ عقوبه التوبيخ ودوك نائب وكيل ما كتمشي تاهي تبني من قلت ماشي مشكل الحمد لله كيفاش الحمد لله لو كنت ما داير والو كيفاش الحمد لله هو تنقول حيت قريبه لبلادي زعما بني ملال ما كاينش عندي نقرا الحمد لله بعدا هكا واخا الظلم فهمت ماشي مشكل انا مشيت معاه في القانون قلت له زعما قريبه بيني وبين الجهات 40 كيلومتر امي غنحطها مع العائله يلا ديالي الزياله وانا خدام المهم انا كنت نفكر الوالده لان عندي عندها لا واضحه قبل ان تفاجأ ب بحث تكميلي المجلس اخذ قرار بحث تكميلي قال لك سيدي بان السي بن سامي جا من جهتي بحالي انا دابا قطعت الوكيل العام السابق ديال الدار البيضاء نجيب بن سامي قالوا لك راه جاي من جهتك الله يدير عليه تعاطف معايا ما التقرير ديالو كان صالح هو في الحق غير القانون هادشي اللي تنعاود لك انا زيد بحث تكميلي زيد يلا اعطينا البحث التكميلي شنو وقع فيه داروا بحث تكميلي بانني انا غيصيفطوني لعند السي بوزيان السي الوكيل العام ديال فاس اها غنطلع من ازيلا لتلفاس هذاك رجل صارم رجل محترم معروف السي بوزيان اها ولكن قانوني رجل قانوني معروف زيد مشيت عنده السمكه ولدي تفضل عاود لي تاول وقت لك ودي هاك يمكن وراه تيقول لك سير دير لادين باش تحيد لك زعما في المشكل اها يعني وقع كي مرحبا ندير لادين بلاتي هو قال لك سير انت دير لادين هما دايرين بان وعلاش هما ما يديروش هما امر هما كقضاء يديروا هما كاتبين ليه الاقتراح في البحث التكميلي عرض عليه اجراء خبره طبيه خبره جينيه لا انا اللي كنعرف على حسابي لا سمحتي لي سي الشرقاوي جوج حالات اما المشتكيه هي اللي دفع بهذا الطلب هذا ديال لا دي ان لان هي اللي مشتكيه او هما كسلطه مثلا قاضي عندهم وسائل مثلا هما يديروا هذا لا دي ان انا تندخل الواقع انت سلم بديت تندخل الواقع لا انا غير كنقول لك من الناحيه اللي كنعرف الواقع والقانون وما جرت العاده اللي غالي في الامر علاش ما دار الدعوه اصلا وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا السؤال اللي طرحت لك عليه واش الدعوه خصها دار هي يطلب لا دي ان او هما يطلب انا عندي الجواب ديالك السيد المقرر في التقرير ديالو راه هو عندي وفي الملف ديالي عرض عليها ما تقول لها كنتزوج بيها وعايشه معاها في الدار وسد عليا وما تنخرجش وعايشه مع مو ولكن قال لها ماشي ساهله جيبي الشوت الجيران قال لهم لا الشوت الجيران تيخافوا من الوزان كامله تتخاف مني ما تقدرش ما تنخرج سد عليا وشو دابا سد عليا ما تنخرج قال لها ماشي دير تنشد هذه راه دابا ما عندها حتى علاقه بحال كل لا راه كاين في التقرير عرض عليها قال لها دير تنشد ودير تشوفوا تناسب واخا ما دارتش هادشي قالت لي ما يقدروش الناس يخافوا منه هذه هي الناس يخافوا من الناس وما دارتش هادشي لا هي تقول لهم بانني كريت ليها في قنيطره وبانني سميتو انا دخلت الكلينيك وحطيت لها كارت ديالي السي علاش قلت لك السي بوزين قانوني نقل من فاس لقنيطره نقل باش يشوف هذا الواقع واش صحيح اللي تقول
فين صار هادشي كله؟ ما كاينش. مشى للكلينيك صافي، هي اللي مخلصه وهي اللي حاطه لا كارت، مشى لها قسمت راه عندي تقرير في التسميه ديال الدكتوره اللي شرفت الدكتور، تقول لهم السيد راه جات لا بلا سميه دكتوره، بلا سميه. اه لا ما فيش سميه، لا ما يلا حديد. اه قلت لك مشاو ثاني للدار اللي كانت تقولوا بانني كنت نجي عندها وتنعيش راه في الدار وهذا وتنجي عندها، تصنتوا المولى الدار اللي كاريه ليها ودروا لها مواجهه. ما عندي التقرير دابا، هذا السي بوزيان اللي تصنت ماشي الشرطه، السي بوزيان اه الوكيل العام. تقول لهم هاد السيده راه جات بوحدها وجات مع السمسار بوحدها، وما كان تيجي عندها حتى واحد بغض النظر انا ولا واحد اخر، ما تيجي حتى واحد، فهمتي؟ اذا البحث كله صالحي، هذه اللي اعتبرنا هادشي جريمه اصلا، علاقه شرعيه اللي مشينا معاها واخا. اها المهم درجة انا في المجلس راه معايا السي حسن عيش الله يذكره بخير، كان تيسمع ولا هذا كاين زملاء ديالي اللي كانوا في واحد الوضع ماشي هو هذاك، وكنت زعما كنت متسم تيبان لنا المشكل ديالي بسيط، لان كنا موقفين على العام تيقول راه ما يوقع لي والو، تيضحك يصدق ما خايفش، تقول لي والحمد لله ما عنديش شي حاجه خطيره. يلا تدا متفاجئ، تيتصل بواحد الزميل ديالي صادق تيقول لي استاذ في رمضان، قال لي راه دار لكم انقطاع العام. لا بلاتي في المجلس الثاني التاديبي تراسو السي مصطفى رميد. اسمح لي كان استاذ رميد. دخلت انا والمحامي ديالي باقي نفس ثاني المحامي ديالي، قال لي ما ندوزكش يا استاذ. دخلت انا وياه، السلام عليكم. السلام لي استاذ رميد، اش وقع لك؟ بغيت نعاود لهادشي اللي بحال اللي عاودت لك المخدرات وهادشي، تهضر معايا حتى على حاجه فقط، واش تمشي دير لادين باش تحيد الشبهه ولا ما ديرهاش؟ بلاتي عافاك ملي كتكون شي حاجه مهمه، الاستاذ سي مصطفى الرميد وهو اللي تراس الجلسه بصفته كوزير عند ديك الساعات ياك؟ بغيتي تعاود له في اطار محاكمه وتنوره باش يصدر قرار هو الهيئه مزيان، قال لك اسيدي ما تجبد معايا والو، قول لي واش عندي لادين؟ والمحامي ديالي واسمح لي بلاتي، بمعنى انت خلال بحثك العشي مع القضيه، واش كيبان لك على ان مصطفى الرميد عنده هذه المعطيات ديال ذاك المسؤول الكبير اللي كان وراء هذا الشيء ديالك وعارف وما بغاش تحرجوا بهذه الاسماء باش تسد عليك؟ ما نقدرش حيت انا ما نعرف هذا المسؤول. لكن باش فسرتي ان الرميد دلقمك يعني هضر معايا في هذه ما تجبد معايا الهوكلاك. كان عارف اذا الرميد. كان عارف. ما خلاكش تهضر كاع، قال لك هضر معايا في هذه انا ما جبتش معايا حوايج اخرى. والمحامي ديالي راه يمكن تعيطوا له وتسولوا واش هذا الواقع كاين ولا ما كاينش. لا سولت واخا غير كمل. فضل كاش يقول لي استاذ رميد، قال لي ما تهضر مع كوفور. شنو قال لك السي رميد؟ ما ستي معاه تهضر غير مع حلاقه كوفور. هكا؟ هو جاني حتى هو ولا ما قالش الكلمه. مستعد تأدي قسم على هذه الهضره؟ مستعد تواجه كل شيء؟ نسين الاقاسم. نحطوا جيم ونحطوا القران ونحلفوا. اول كلمه قال لك ما استمع من مع كوافوره. بهاد العباره. لا بلاتي عافاك واش بينك وبينه؟ قال لك بينك وبينه. لا الاعضاء كاملين حاضرين اثناء المحاكمه والاعضاء تيتصنتوا. ملي قال لك كوافوره باش حسيتي؟ واش تحس؟ صراحه ما نقدرش نقول دابا ثاني، حيت كنت نشوف الناس في واحد المستوى عالي. تصدمت. انا تناقش انا درت انا واحد من هذيك الاعضاء. لا واش هذا الكلام السي الشرقاوي يعني تحمل فيه مسؤوليتك، لان هذه الكلمه هذه فيها ماشي سهله، لكن هذا الكلام صدر على السي الرميد راه من الناحيه الحقوقيه والاخلاقيه والدينيه. عشان شنو تحمل المسؤوليه؟ لان في مس مال الكوافوره راه امراه مغربيه مواطنه محترمه. الا كان دابا انا ما عندي حتى حاجه، لدرجه ان الاستاذ الرميد قال لي عاودوا لي، انا نعطيك الفيرسيون مقلوبه، انه بكى عليا في الاخر، بقيت فيه بكى. ملي جا قرار العزل ديالك؟ لا فاش كنمشي الدوله. ايوا هو الرئيس كيفاش؟ علاش ما دفعش في اتجاه تاخذ البراءه؟ كيفاش؟ ايوا هو حنا باقي ما وصلناش لهذيك، هذيك هي اللي غنوصلوا لها. اها واخا زيد. قلت لك راه كاين محامدين كانوا الاعضاء يقولوا هذا الشيء ما كاينش، انا دابا تنقول لك شي حاجه اللي ما يمكنش انت دابا تغامر بوجهك دابا التسجيل راه كيتصور. ربي فوق الجميع. ربي شوف فوق الجميع، ربي فوق الجميع. ايه وانا تنستغيث بسيدنا انا، هو علاش هادشي كامل؟ ما انا ما باغي بلادي عزيزه فوق، ما عنديش. عيشي ما تكتب ياك، عيشي ما تكتب. اي اسمع لا غير باش الناس يفهموا، انت ما خرجتي هادشي تتسدد البيبان في وجهك. واخر مره انا كتبت ثاني ديما طالب العفو ديما المجلس على السلطه القضائيه ديما. لا غير هذه النقطه باش الناس المتتبعين يفهموا، ولا الناس قاضي خرج كيهضر هكا وكل واحد يحط راسه بلاصتك، يعني انت تظلمتي وكتبتي للجميع، ما بقى لك الا الاعلام تقول هذا الشيء هكا. والاعلام اللي قلت لي زعمني اولا هو الخطاب ديال سيدنا هذا الاخراني، لان انا ديك بلادي ما دارش جواز السفر، انا دار ولدي عنده الاجازه ما بغاش يبقى في المغرب، تيقول لي المغرب في شويه الظلم وهذا الشيء اللي درت نقول للشباب شي بلادنا ما كاينش بحالها، انا مظلوم وباقي مشبت الحق لنا برافو لك الله يستر، وانا عارف غادي ينصفني برافو لك. انا دابا شحال هذه؟ عرفتي شحال من السنه هذه؟ راه شحال هذه؟ 11 عام. 11 عام وانت معزول. وانا باقي عندي الامل، علاش؟ حيت تنقول سيدنا كاين، غير الخبر ما تيوصلش، هادشي اللي رجعت لكم.
ما يمكنش نتظلم في دولة العقل والقانون، مستحيل. واخا اه قلت لك ولدي دابا تيقول بغا يخرج برا وهذا، تنقول لي لا لا دابا صافي واضح حولك. اذا لا، اش تنقول؟ تقول لي علاش انت ابسط حاجه، انت بابا شو اللي تخدع لك حقك؟ صافي وانا حبس دابا، انا نجيك. قلت لك فاش خرج قرار ديال انقطاع العمل، ياك اها تجي واحد المعلومه ليا، ان الساده الاعضاء ديال المجلس مشاو تيطلبوا هذا المسؤول، اها ياك، بان شويه القرار اللي غيتاخذوا حقي راه قاسي. اها هذا المسؤول قال له هدلهم، قال لهم شحال عطيكم ديال الفلوس؟ لما مشيت دخلتوا الساق راسكم غنصيفطكم معاه. ولكن باش عرفتي هذا الكلام صحيح؟ نعم؟ باش عرفتي صحيح؟ هذا الكلام شويه صعيب يعني، باش عرفتي صحيح؟ وانا انا مش قلت لك، قلت لك شنو وصلني؟ راه زعما كان علاش نستنى السجل؟ سيدنا باش يدير البحث، انا نعطي الاسماء ونعطي كل شيء. انت من الساعات تعطي الاسماء. ولكن ماشي للصحافه والاعلام، ماشي لكم نتوما ولا لا، بلاش. انا عرفت لا احترام انا. انا بنادي لا بنادي عزيز علي، ما بغيتش شي واحد يستغل الظرف، لان راه السلطه القضائيه هذه، ما بغيتش الناس يحاربونا سرنا فاش تطلع على الشكا تعدى على خوك، من غتشكي لباك، وانا با هو سيدنا الله ينصرو. شكون هو باك؟ هو سيدنا الله ينصرو. دونك دابا انت من الساعات تعطي الاسماء وتعطي كل شيء. فاش يكون بحث قانون زعما كي هذا، وواحد القضيه السيده مؤخرا في 2014 مشيت عندها، قلت عندها هذا، ياك تيقول لك هذه السيده بقات في يوم وانا ظلمتها وانا ما مزيانش ولا هذا، قلت لها الله يخليك ما نتلاقى معك. قالت لي مرحبا، ياك هو هذا هو المشكل عندها، بغات تتزوج. قلت لها مرحبا، غنديروا الدعوه. وهذيك الساعه زعما صافي كذا، ولا بغيت نشوفه. قلت لي البنت نديروا لا لا دين اللي بغيتي، قلت لها نديروا لا دين اللي عجبك. قلت لها ولكن عندي واحد الشرط، قلت لها انا خصك توقفي معايا. قالت لي شنو؟ قلت لها غادي واحد التنازل. قلت لها ماشي تنخليك بالتنازل تقول لي هذا الشيء كذب، لا، يقول بان انا والسيد حنا وصلنا لواحد الحل غنفكوا هذا هو، فهمتي؟ وقلت لي كتبوا لي، كتبت ولا قلت لها لي غادي انت شوف واش. قالت لي غتعطيني فرصه في العشيه نتشاور نعيط لك. عيطت لي في العشيه قالت لي اقسم بالله السي محمد بهذه الكلمه ندير لك التنازل تيدخلوا للحبس. شكون يا بنتي؟ بلاتي بلاتي بلاتي، اش قالت لك؟ الا درت لك التنازل عاد يدخلوها للحبس. شكون هما؟ ما نقدرش نقول. شكون هما هذو اللي دخلوا الحبس؟ ما هو انا براسي ما عارف، ما انا براسي انا سول بحالك، قلت انا قلت لها شكون هما؟ قلت والله ما نقدر نديرو. قلت لك السؤال الاخر باش ما نطولش في السيمانه اللي تنطرح كما قلتي قبيله اللي مهم، علاش هذا المجلس التدريبي ما سطرش امر باش انا ندير الادين ويصيفطوا لهم؟ اي هذا سؤال مهم، علاش المجلس ما دارش؟ مادام عندك الانكار خصهم من اجل احقاق العداله، خص هو كمجلس عنده السلطات هو اللي يدير الادين امر. والعيب اللي رفضت مثلا دابا حاكموك بلا ما الادين بلا والو. خرجت المعلومه، قال لك اسيدي علاش القرار خرج؟ قال لي ما راهش غنديروا هذا المسؤول، غادي نشوفوا الملف التقرير السري ديال الوكيل الملك ديالو، السيد الوكيل الملك ديالو، التقرير قال لك الوكيل الملك السري ديالي لانه خايب، انني ما نسواش وما مزيانش وهذا وشي. والحال؟ والحال انا السيد الوكيل الملك هو اللي خلاني ديما تنوب عليه وما تيحضرش. راه صوروا الناس ديال المحكمه ديال الوسام، راه ما تيكونش انا تنوب، انا النائب الاول، وانا الكونجيز ما عمرني شديتهم معنا قبل. وغريب في الحال هو قريت انا والمحامي التقرير اللي دار هو واللي دار رئيس المحكمه ودار السيد الوكيل العام ديال القنيطره، كلهم تيشكروني. والغريب في الحال فبرك النهار اللي غيخرج القرار عاوتاني دخلت للترقيه السريعه في الجريده الرسميه، راه كاينه. اذا كانوا جوج ديال التيويات معك، واحد كيرقيك وشي واحد ربما كي الله يقول لك. هو انا دابا ما تنطلبش انا بغيت السلطه القضائيه ولا بنشوه شي حد، لا انا حتى نكتب كما قلت لك سمي، راه من 2012 وانا تنكتب درت الدعوه دروي. من حقك، شوف الاستاذ دابا بصرف النظر، من حقك كون شكون ما بغى يكون، الانسان كيتظلم، اي واحد يحط راسه غيتظلم غيهضر، شنو غتمشي تقرا؟ نقدر انا تيبان لي مظلوم والواقع هما تيبان لهم حاجه اخرى، ولكن انا تنطلب غير تفتح بحث زعما نعطيهم ها هما عندي ملفات خطيره، خصني نسلمهم لهم باش يعرفوا. واش انت وخاص واحد الملاحظه سمعتي السي المداوي لا قاطعك، راه بحال واحد الميزان دابا لا بنت انا مظلوم، شكون اللي غيبان ظالم؟ واحد هذوما خطين فهمتي لا يلتقيان، حيت هاد السيد يقدر الضمير ديالو تيأنب هو اللي ما يبينوش يقول لك، حيت لا بنت انا مظلوم شكون اللي غيبان ظالم؟ هو. وخاص الشرقاوي كلمه اخيره خليها لك في دقيقه. اولا تنشكركم لان قسما بالله ما عمري هضرت في هذا الشيء، وراه الزملاء ديالي عارفيني، لدرجه انني قلت لك انا نسيت واحد القضيه، خبرت انني فاش عرضوا علي ندير محاماه الزملاء ديالي ما بغيتش، عرفتي علاش؟ شديت الاملاك ديالي بعتها وطلعت لطنجه درت مشروع ديال السناكو، نسيت بغيت نمشي لواحد الدومين نسى القانون، بغيت ما بغيتوش صافي. شتي درتي سناك الماكله؟ خسرت فيها 80 مليون ومشات الدومين ديالي. ها منين جاتك ديك 8 مليون؟
جاتي راه عائلتي مسكين يلاه لا مزيان، واحد كاين البعض يقول هذا القاضي راه كان كيجمع فلوس مزيان باش توضح للمتتبعين. ما باقي لا انا سولت عليك يعني، انت تبارك الله عندك عائله لاباس عليها كانت، باش انا انا بغيت انت تقولها للناس باش ما يوقعش. فهمتي الحمد لله راه باقي، انا كون صابوا يدوزوا لي الباب ما بالفساد كون جابوا كون لقاو شي ما يهدرش. برافو ماشي مشكل صافي. نشكركم اولا السي المهداوي الله يحفظك. العفو العفو. واولا هذا الصيغه لسيدنا، لان قلت انا بعد الله سبحانه وتعالى عني الله سبحانه وتعالى وعدني سيدنا. انا السيده ماشي تنطلب انني انا تنقول اني ما نظلمش، هي تنطلب الله يخليك تفتح بحث في جهه معينه. عندي وثائق خطيره اللي غتعرف شنو هو هذا المسؤول. عندك وثائق خطيره؟ خطيره بس. دابا انت كتقول كقاضي صاحبك كتقول عندك وثائق خطيره. ما بغيتش نعطي لاي واحد، لان تنبغي بلادي واش نبغي مالكي، ما بغيت حتى واحد يعرف اسرارنا. نعطيها الديال القضائيه. واخا حيت ما كتب لهم ما بغوش يجاوبوني. عيت ما بغاوش يجاوبوا. عندك ما يثبت انك كتبتي لهم؟ عندك ما يثبت؟ عندي بالروح. شو ريكوموندي مع اشهار التوصل. واخا حنا غادي نواكو معك هذه القضيه ان شاء الله، ما غاديش نوقفوا هنايا، غنبقاو معك على اتصال حنا نشوفوا صافي. دابا راه مصطفى عينيه وكانوا عطوني واحد البركه قلت لك ديال الفلوس هذوك 20 مليون، البنك حجزها لي انا كنت نبني واحد الدويره ديالي، وعاودتني دابا هما تيدعوني البنك قال لك السيد سال دابا اش يدعوني واش هو المصير. انا عندي دابا مزوج ثاني واحد البنيه وعندي ولادي، وانا دابا تنبيع الاملاك ديالي وتناكل تيحل الله. تزوجتي امراه؟ تزوج. عندي واحد السؤال غير ربما اللي كيتبعني يقدر يطرح هذا السؤال. نعم. المراه ديالك طلقت ياك؟ اه. عندها علاقه بهذه السيده بالشكايه بسبب هذا الشيء؟ لا لا. إذا كان شي أمر آخر ما ندخل أي مغير ربما المتتبعين. المرة ديالي عرفتي أنت طلقت، أنا كنت ما بغيتش نتزوج على قبل وليداتي، قلت زعما كمان فاش خرجت من قطع العمل درت بي طلاق للشقيق. من اللي انقطعتي على العمل؟ إذا هذا العزل هذا الضرر ديالو الطلاق، عطاك الطلاق وعطاك 8 مليون مشات وعطاك عينيك وعطاك. والوالدة ديالي في نفس السنة ماتت مصدومة بهذا الشيء. الله يرحمها خدمة. الله يرحمها السي الشرقاوي. ودفنتها في وزن. والناس كانوا تيقولوا لي استاذ خوي وزن وتزوج مازال ولا الناس الله عمرها دارو، حيت باش تعرف انني كان بامكاني نخوي هاد البلاد ونبدا نحاربهم. استقريت هذا وتنواجههم، ولا وقعت لي شي حاجه راه منهم الله. انا عايش في هاد البلاد السعيده. واو دي الظلم راه كنشوفوا بعض الناس اللي ما بغاش ندخلوا في شي تفاصيل معاك. شوف اخر كلام، اي واحد شاف العكس ديال شي واجهني به. اي واحد؟ هاد الكلام قلتو بان لي كذوب. عنده الدور اي واحد مستعد للمواجهه. كنشكرك السي الشرقاوي. عندكم عندكم يقول كذب. واخا حنا وحنا هادشي اللي كاين، حنا هذه روايه ديالك طبعا كتلزمك، ومرحبا باي روايه. شو عاش سيدنا الله الوطن الملك، هادشي اللي عندك. الحمد لله. والله ينصفك والله يعزك والله يرحم الوالده في هذا النهار، والله يشافيك من عويناتك، والله ينصفك. تحيه السي الشرقاوي. تحيه. سلام. واخوتي المغاربه وصلنا لنهايه هذه الحلقه. ما بقى لي نقول غير واحد الكلمه واحده، يا ريت في هذه الاجواء الوطنيه تعيد العرش هذا المواطن المغربي قاضي سابق توصل الرساله ديالو، توصل الرساله ديالو يعني المؤسسه الملكيه. هذا مغربي وهذا مواطن مغربي، كتب تعيه ودرس التعيه. انا كنت كنحترم راسي، كنت كنحترم راسي والقضاه عندي اعزاز، وهذه المؤسسه القضاء كنعرفوا دورها المحوري كرافعه في الاستقرار. ما كنبغيش نتعمق بزاف ماشي والله ما عدا فقط كنعرف اهميه وكنعرف الظروف القاسيه اللي كيشتغلوا فيها القضاه، فهذا الشيء فاش كنهضر ولكن هذا القاضي كيستحق زعما ما نقولش سيدي الانصاف واستحق البحث. مغربي قاضي خدم في الديمومه اعتقل شد ساهم واحد الوقت في استقرار البلاد، مادام خرج كيهضر بهذه الطريقه. شوفوا عاد اخر يخبي عاد تيهضر على ديك السيده وما عنده حاره، كيهضر باللي في قلبه مسكين يعني كيبان لك بنادم ما وصل الا نتمنى الانصاف ديالو. الرابح الاكبر هو الوطن وسمعة المحاكم وسرعة السلطة القضائية فوق كل اعتبار. هذا المغرب اللي موقفه بعض الله عز وجل، بعض الله عز وجل شنو اللي موقف هذه البلاد؟ موقفها ماشي شخص، ماشي مسؤول، مع احترامي المسؤولين، هذا المسؤول اللي كيهضر عليه السيد ماشي كنقص منه، ولكن البلاد ما وقفاش عليه، البلاد وقف على الله، البلاد موقفة بسبب بالمؤسسة الملكية، موقفة بالمؤسسات الأخرى اللي كتدعم المؤسسة الملكية، موقفة بالشعب المغربي بقواه الحية، بالمجتمع المدني، بالجمعيات الحقوقية، راه أي واحد كيساهم في الاستقرار في البلاد، أي واحد. ما نقولوش البلاد واقفة على شي جهة أو لا واحد، كاينة طبعا مراتب ولكن هذه البلاد واقفة على كل شيء. فالمغرب كبر من هذا الشخص، كبر من هذا الشخص اللي أدى هذا الشخص، إذا كان أو هذا البرلماني أو هذا المسؤول الكبير أو المغرب كبر منهم كاملين. وفي الإنصاف لهذا الشخص إنصاف للوطن والمواطنين ودفاع على المغرب القوي. كنشكركم متتبعات والمتبعين للقناة، وإلى اللقاء.